النهارده يا شباب ان شاء الله هنتكلم عن يعني مش هنتكلم عن بروتوكول، احنا هنتكلم عن عيله من البروتوكولات بتبقى اسمها السبانينج تري بروتوكول. تمام. طيب هو السبانينج تري هو مفروض ده الحجر الاساس لمجموعه بروتوكولات. لو فهمت الاس تي بي كويس فهمت كل الانواع الثانيه. ماشي. يعني لما نيجي نشرح الاس تي بي ونخلصه في خلال 5 دقايق احنا عاملين نقول الفروقات ما بين كل بروتوكول والتاني. طيب تعال الاول نتكلم هو ايه الغرض اصلا من الشبكة بتاعتي يكون شغال فيها بروتوكول زي الاسبانينج تري بروتوكول. اول حاجة ان انا الشبكة بتاعتي لازم يكون فيها مبدأ اسمه مبدأ ريدندنسي. يعني ايه مبدأ ريدندنسي؟ احنا طبعا بندرس سويتشنج فاحنا بنتكلم على السويتشات، يعني الاسبانينج تري ده من البروتوكولات اللي بتشتغل على السويتشز. انا دلوقتي لو جيت اشوف هلاقي ان انا مثلا لو انا عندي نتورك بالوضع اللي انا هرسمه ده، ده مثلا سويتش في دور وده سويتش في دور تاني. السويتشين دولت مثلا هفترض ان انا مجمعهم على سويتش رئيسي اللي هو الكور سويتش مثلا. لما اجي اوصل الاسلاك بتاعتي هنفترض ان انا وصلت بالطريقه دي. التوصيله اللي انا عملتها دي وارد ان هي تظهر في النتورك ولا لا؟ اكيد طبعا وارد. انا ليه عملت حلقه مقفوله كده؟ علشان مثلا لو في سلكايه عندي دي اتقطعت الناس اللي متوصله هنا تقدر تطلع على الانترنت عادي جدا. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا دلوقتي انا ملاحظ ان الديزاين بتاعي هيظهر فيه حاجه اسمها حلقات مقفوله. يعني ايه حلقات مقفوله؟ يعني في الديزاين اللي انا شايفه قدامي ده. الديزاين ده بيظهر ليه؟ علشان انا بعمل ريدندنسي في الشبكه بتاعتي، يعني بعمل لينكات اضافيه علشان لو في لينك وقع يكون في لينك تاني ما يفصلنيش عن العالم الخارجي. فانا دلوقتي الريدندنسي ده مهم ولا مش مهم؟ مهم في النتورك ولا لا؟ اكيد طبعا مهم. بيقول لك دايما لما تيجي تعمل اي شبكه 2 يعني 1. يعني 2 يعني 1؟ يعني انت لو محتاج كور سويتش واحد ما يكفيش، لازم تحط واحد كمان معاك باك. لو سلك واحد ما يكفيش، لا لازم تحط كمان سلك معاك از باك. تمام. طيب حلو قوي. انا بقى دلوقتي عرفنا يعني ايه ريدندنسي. طب الريدندنسي دوت هيتسبب لي في ايه يا شباب؟ الريدندنسي دوت يعني مثلا عندي شبكه زي دي، الريدندنسي دوت هيتسبب في ايه؟ قال لك ان هو هيتسبب في حاجه اسمها اللاير 2 لوبس. يعني ايه اللاير 2 لوبس؟ هيحصل زي ما احنا شايفين كده. انا جهاز الكمبيوتر بتاعي انا وارد اول لما بيتوصل في النتورك اللي انا شغال فيها هو وارد ان هو بيبعت رسائل برودكاست ولا لا؟ طيب بيبعت رسائل برودكاست بتاعت ايه مثلا؟ على سبيل المثال دي اتش سي بي، ها، او ارب ريكويست، بيسال مثلا على الماك اللي هو المفروض يبعت عليه. فانا من الطبيعي ان انا الجهاز بتاعي اول لما بيتوصل في النتورك بيبعت رساله دي اتش سي بي. هو يعني ايه دي اتش سي بي؟ قال لك ان رساله الدي اتش سي بي ديت لما السويتش بيستقبلها بيبعتها في كل الفتحات بتاعته ما عدا الفتحه اللي هو استقبلها منها. يعني دلوقتي استقبلت رساله دي رساله برودكاست من هنا، هيبعتها ازاي؟ هيبعت نسخه كده، ده يستقبل البرودكاست يبعتها كده، ده يستقبل البرودكاست هيبعتها كده، ده يستقبل البرودكاست يبعتها كده. هنلاحظ ان الرساله عماله تلف بالوضع ده. وبرده كذلك الرساله بتاعتي اللي بعتها في الاتجاه ده، ده يبعتها في الاتجاه ده، ده يبعتها في الاتجاه ده. فالرساله عمال ايه اللي يحصل لها يا شباب؟ عماله تلف في حلقه مقفوله، او بيحصل لها حاجه اسمها اللاير 2 لوبس. طيب ده معناه ان اي حد هيبعت رسائل برودكاست ده معناه ان انا عمال املى الشبكه بتاعتي برسائل برودكاست على الفاضي، عماله تلف في النتورك على الفاضي. طب ده هيعمل ايه في السويتشات بتاعتي؟ ده هيبوظ السي بي يوز بتاعت السويتشز. يعني تخيل مثلا انت عندك 100 جهاز كمبيوتر وال100 جهاز دولت بعتوا مثلا 100 برودكاست. تخيل بقى ان ال100 برودكاست دول عمالين يلفوا ومش لاقيين الديستنيشن بتاعه. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ تلاقي النتورك بتاعتك عماله شغاله على الفاضي وممكن اصلا تحرق السويتشات الموجوده عندك في النتورك. طيب انا دلوقتي علشان احل المشكله دي اعمل ايه؟ انتوا قولوا لي كده اقتراحات عشان يكون عندي حلقه مقفوله او عندي بالوضع اللي انا عملته ده، ايه الحل؟ اعمل ايه؟ هاجي على بورت معين واروح قافله. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، انا يا عم انا هاجي على الفتحه دي واروح قافلها. انا لو جيت على الفتحه دي وقفلتها كده هيحصل لوبينج؟ مش هيحصل لوبينج. بس انا في مشكله تانية عندي ظهرت اللي هي ايه؟ لو السلكيه دي اتقطعت
يبقى انا اللي لازم اروح واجي على الفتحه اللي انا كنت قافلها دي واشغلها تاني. ايه ده، هو انا قاعد بقى في النتورك عمال اقفل في بورتات وافتح في بورتات؟ هل الكلام ده لوجيك؟ اكيد لا. فانا بالتالي انا في بروتوكول بيبقى قايم على السويتش، بيبقى كل هدفه يا شباب ان هو يقوم بالوظيفه دي، ان لو لقى عندك في الشبكه حلقه مقفوله بيجي على بورت معين ويروح قفل. طيب لو في لينك اتقطع ايه اللي يحصل؟ البورت اللي كان قافله يشغله تاني، يشغل البورت اللي كان قافله تاني ويشغل النتورك بشكل اوتوماتيك. العيله ديت من البروتوكولات يا شباب اسمها عيله الايه؟ السبانينج تري بروتوكول. على فكره دي عيله كبيره من البروتوكولات، مش شرط ان انت سيسكو تلاقي عليه سبانينج تري، انت ممكن تلاقي نوع تاني خالص. هنبدا نتعرف على البروتوكولات اللي شغاله في الفئه دي. طيب البروتوكول ده كل غرضه ان هو بيمنع لي اللوبس، وكل غرضه ان هو بيمنع اللوبس ازاي؟ ان هو بيجي على بورتات معينه وبيعمل لها بلوك، بيقفل. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. قال لك مثلا هو كان قافل الفتحه دي، لما كان قافل الفتحه اللي هي الاف 0 على 0، لما كان قافل الفتحه اللي هي الاف 0 على 0، ثواني لما كان قافل الفتحه دي هنفترض ان اللينكات ديت كمان اتقطعت، فالمفروض ايه اللي يحصل؟ هيجي على الفتحه دي ويروح مشغلها وخلاص اللينكات دي ما بقتش موجوده. تمام؟ فبيقدر ان هو يعمل ريكالكوليشن للبورتات اللي هو المفروض يفتحها تاني. طيب انا دلوقتي يا شباب هل بيحصل ما بين الراوترز لوبس؟ يعني ديت اللوبس اللي بتحصل على السويتشات، هل بيحصل على الراوترز لوبس؟ بيحصل؟ يعني ممكن كده يكون في عندي مجموعة راوترات. لو في مجموعة راوترات وفي ممكن مثلا في مسج، المسج دي الراوتر ده مش عارف يعني وصلها للراوتر ده، وده وصلها للراوتر ده، وده وصلها للراوتر ده، وعمالة تلف كده في لوبس، اه بتحصل. ده بيبقى اسمه اللاير 3 لوبس. طب اللاير 3 لوبس بيتمنع ازاي؟ قال لك اصلا ان الهيدرز بتاعه الباكت بيكون فيها خانه اسمها تي تي ال. ايه التي تي ال ده يا شباب؟ ده كان بيبقى رقم بيبقى من الزيرو لل 255. في سيستمز بتبتدي من 255، في سيستم 254، 256، في سيستمز 128 وهكذا. الرقم ده كل ما يعدي على راوتر بيقل بواحد، يعدي على راوتر يقل بواحد، يعدي على راوتر بيقل بواحد. اول لما كان بيوصل بالزيرو كانت الراوتر كان بيعمل ايه في الباكت دي؟ كان بيعمل لها دروب. ده معناه ان الراوترات باي ديفولت بتقدر توقف عمليه اللوبس اللي بتحصل عليها ولا لا؟ بتقدر توقفها. طب بالنسبه للسويتشات، السويتشات ديت يعني لير كام؟ لير 2. هل كان في خانه في الفريم كانت بتدل على التي تي ال؟ فدلوقتي لو حصل لوب، هل في امكانيه ان اللوب ده حد يعرف يوقفه؟ لا. فانا لازم الشبكه بتاعتي اول لما تبدا تقوم لازم قايم معاها على طول بروتوكول اللي هو المين؟ السبانينج تري بروتوكول. تمام يا شباب؟ طب تعالى بقى ايه كل هدفنا النهارده؟ ان احنا نتعلم ازاي السبانينج تري بروتوكول هيبدا ان هو يحدد لي ايه هو البورت اللي هيتقفل، وازاي لو بورت او في لينكايه وقعت ازاي بيقوم البورت اللي كان مقفول ويشغل بورتات تاني. طيب قال لك طبعا ان عمليه اللوبينج ديت بتاثر على ايه؟ قال لك ان انا بيعمل حاجه اسمها ماك تيبل، ماك داتابيز انستابيليتي، ومفروض ان هو بيعمل سي بي يو يوتيلايزيشن، يعني بتلاقي ان السي بي يو بتاعك شغال على الفاضي، عمال يبعت رسائل على الفاضي مش عارف يوصلها لمين، وعماله تلف على الفاضي، ممكن تحرق لك السويتشات اساسا. طيب حلو قوي. تعالى بقى نبدا نتكلم على السبانينج تري بروتوكول. اللي عمل البروتوكول ده يا شباب كان مفروض عالم اسمه الراديا بيرمان، المفروض ده اللي مفروض حط الحجر الاساس للسبانينج تري بروتوكول، وبناء عليه بداوا يطوروا البروتوكولات الثانيه. يعني مثلا سيسكو خدت البروتوكول ده طورته وعملت حاجه اسمها البي في اس تي والبي في اس تي بلس. ارجع ظهرك لورا عشان تركز معايا.
عملت البي في اس تي والبي في اس تي بلس، فبالتالي الراجل ده هو اللي حط الحجر الاساس للبروتوكولات ديات كلها. طيب البروتوكولات ديات يا شباب كل دورها ان هي بتعمل ايه؟ ان هي بتحدد مين البورت اللي هيتقفل في النتورك اللي انا شغال فيه، تمام؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اشوف الاس تي بي ده، تعالى كده نحط نتورك ونشوف الاس تي بي هيعمل فيها ايه. انا مثلا هحط 3 سويتشات وهتعمد ان انا اعمل حلقه مقفوله، يعني مثلا هجيب سويتش، هجيب التاني، هجيب التالت، هوصل ما بينهم. انا دلوقتي عملت حلقه مقفوله ولا لا؟ الاس تي بي هيعمل ايه؟ يقعد يعمل شويه حسابات. الحسابات دي قال لك ان هو بياخد فيها 30 ثانيه. 30 ثانيه دولت بيعمل فيهم ايه؟ قال لك ان هو بيحدد، او 15 ثانيه منهم بيحدد مين البورت اللي هو هيقرر ان هو يقفله. طب انا دلوقتي هستنى 30 ثانيه، هلاحظ ايه اللي حصل يا شباب. ايه اللي حصل؟ كل البورتات بتاعتي مقفوله. انا جيت على الفتحه دي ورحت اعمل لها ايه؟ قفلها. هل انا اللي قفلتها ولا الاس تي بي اللي قفلها؟ الاس تي بي اللي قفلها. طب هو قفلها ليه؟ عشان هو لقى عندك حلقه مقفوله في النتورك اللي هو شغال فيها دي. هو شايف ان لو الفتحه دي اشتغلت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل له. طيب تعالى بقى ايه نشوف ايه اللي حصل في خلال ال 30 ثانيه دول علشان الاس تي بي يتوصل ان الفتحه دي هي اللي تتقفل، تمام؟ طيب تعالى كده اما نبدا نشوف الاس تي بي اوبريشن. قال لك ان الاس تي بي اول حاجه بيعملها بيعمل الكشن على حاجه اسمها الروت سويتش، يعني في الشبكه اللي حضرتك شغال فيها بيبدا يختار سويتش. السويتش ده بيشتغل از روت سويتش. بقيه السويتشات اللي في النتورك بتبقى اسمها ايه؟ بقيه السويتشات اللي في النتورك بتبقى اسمها نون روت سويتشز. يبقى اول حاجه ان احنا بنختار حاجه اسمها الروت سويتش او الروت بريدج، هو ده الراس الكبيره اللي في النتورك، تمام؟ طيب تاني حاجه قال لك ان هو بيبدا يعمل الكشن على مستوى البورتات. يعني ايه بيعمل الكشن على مستوى البورتات؟ اول بورت عندك بيبقى اسمه الروت بورت. الروت بورت ده بورت بتبقى حالته فورورد، يعني ده بورت هيبقى مصرح ليه ان هو يشتغل. هيختار بورتات تانية بيبقى اسمها الديزيجنيتد بورت، البورت ده برضه هيشتغل. هيختار بورت تاني بيبقى اسمه الالترناتيف بورت، ده البورت اللي هيتعمل له بلوك. ده معناه ان انا البورتات بتاعتي في الشبكه هتتقسم لثلاث فئات: روت بورتس، designated ports، alternative ports. الروت بورتس والديزيجنيت بورت دي البورتات اللي هتشتغل ولا هتتقفل؟ دي اللي هتشتغل. ايه البورتات اللي هتتقفل؟ هي البورتات الالترناتيف، تمام؟ يبقى انا دلوقتي الاس تي بي بتاعي بيشتغل على خطوتين رئيسيتين، ان انا بختار هو ايه الروت سويتش، وبعد كده ببدا اعمل الكشن على مستوى البورتات، تمام؟ اي عمليه الكشن انا هحط كده اربعه ستيبس. الاربع ستيبس دولت اللي بناء عليهم بيعمل الاس تي بي الكشن بناء على الاربع ستيبس دول. هما ايه الاربع ستيبس؟ اول حاجه عندك ان هو بيقول لك less priority، تاني حاجه less max، تالت حاجه less كوست، رابع حاجه ليس بورت اي دي. هما دولت الاربع معايير اللي بناء عليهم بعمل الكشن على اي حاجه. بس قبل ما اتكلم عن عمليه الالكشن والالكشن بتتم ازاي، عايزين نتعرف كده على شويه مفاهيم الاول. ايه بقى المفاهيم يا شباب؟ اول حاجه ان انا في عندي حاجه اسمها البي بي ديو.
هو ايه البي بي ديو؟ قال لك ان السويتشات اول لما بتبدا تشتغل كل سويتش بيبدا يطلع رساله اسمها البي بي ديو. ايه بقى البي بي ديو دي؟ قال لك ان كل سويتش بيبدا يعرض امكانياته. انا الماك ادرس بتاعي ايه، انا البريوريتي بتاعتي ايه، فيها تفاصيل كتير جوه البي بي ديو دي. تبدا السويتشات يتبادلوا البي بي ديوز ما بينهم وما بين بعض لغايه ما كل واحد يبقى عنده البي بي ديو بتاعته وبتاعه كل السويتشات اللي في الشبكه. بعد كده تبدا عمليه الالكشن، وبعد ما نخلص عمليه الالكشن السويتشات بتوقف ارسال البي بي ديوز. الوحيد اللي بيبعت البي بي ديوز هو الروت سويتش، وبيبعتها كل قد ايه؟ بيبعتها كل ثانيتين. تمام يا شباب؟ يبقى البي بي ديو ديت رساله بتبعتها السويتشات في النتورك بتاعتك، غرضها كل واحد بيعرض امكانياته. تمام؟ طيب البي بي ديوز ديت يا شباب بيكون جواها فيها ايه؟ البي بي ديو اول حاجه بيكون كل سويتش بيبقى ليه حاجه اسمها البريدج اي دي. يعني ايه بريدج اي دي يا شباب؟ قال لك ان البريدج اي دي بيتكون من حاجتين رئيسيتين، بيتكون من حاجه اسمها البريوريتي مجموعة عليها حاجه اسمها الماك ادرس. هو السويتش بتاعي بيبقى ليه ماك ادرس ولا لا؟ يعني مثلا لو عندي سويتش، افترض ان السويتش ده فيه اربع فتحات بالمنظر ده، انا كل بورت من البورتات دي بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه ماك ادرس. يعني الفتحه دي بيبقى لها ماك ادرس، والفتحه دي بيبقى لها ماك ادرس، والفتحه دي والفتحه دي. السويتش ذات نفسه اتيتز بيبقى ليه هو كمان ماك ادرس. يعني كل بورت من فتحات السويتش بيكون ليها ماك، والسويتش ذات نفسه بيبقى برضو ليه ايه؟ ليه ماك. طيب البريدج اي دي اللي بيتحط فيه الماك ادرس ده الماك ادرس بتاع الفتحات بتاعه السويتش ولا الماك ادرس بتاع السويتش ذات نفسه؟ لا، الماك ادرس بتاع السويتش ذات نفسه. انا ماليش دعوه بالماكات اللي محطوطه على الفتحات دي، انا ليا بالماك بتاع السويتش ذات نفسه. ماك، الماك ادرس عادي خالص 48 بت وهكسا ديسيمال. ارقام هكسا يعني ارقام من الزيرو لحد التسعة ومن الاي لحد الاف، ارقام هكسا عادية خالص. هنبدأ نشوفها دلوقتي. طيب حلو اوي. يبقى اول حاجة يا شباب موجودة في البي بي ديو ان انا كل سويتش بيبقى عليه بريوريتي وعليه ايه؟ وعليه ماك. طيب بالنسبة لقيمة البريوريتي، قيمة البريوريتي ديت بتبقى عبارة عن ايه؟ قال لك ان قيمة البريوريتي دي هي في الحقيقة هي عبارة عن حاجتين، هي عبارة عن البريوريتي فاليو مجموعة عليها حاجة اسمها السيستم اي دي. هو ايه المقصود بالسيستم اي دي؟ هو المقصود بيها بالفي لان نمبر. يعني انا الديفولت في لان عندي بقيمتها بكام؟ بواحد. يعني السيستم اي دي بتاعي بكام؟ بواحد. يعني لو قيمه البريوريتي ب 32768 وشغال في الفي لان رقم واحد، ده معناه ان قيمه البريوريتي الكليه بكام؟ 69. يبقى انا قيمه البريوريتي بيبقى عباره عن البريوريتي فاليو منضاف عليها حاجه اسمها السيستم اي دي. السيستم اي دي ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن رقم الفي لان اللي انا شغال عليه. تمام يا شباب؟ طيب بالنسبه لقصه البريوريتيز دي، بالنسبه لقصه البريوريتيز، البريوريتيز ديت بتبقى ارقام من كام لكام؟ قال لك ان قيمه البريوريتي بتبقى عباره عن 12 بت. 12 بت ده معناه ان الرقم ده بيتراوح من كام لكام؟ اتناشر بيت يعني بيتراوح من كام لكام يا شباب؟ ها؟ ها؟ من الزيرو لخمسة وستين ألف، خمسة ستة، خمسة سبعة، خمسمية ستة و خمسة وستين ألف، خمسة، ثلاثة ستة، خمسة عشان بادئة من الزيرو صح؟
طيب هل قيمه البريوريتي بتبقى ارقام من دي؟ قال لك ان قيمه البريوريتي لازم تكون مضاعفات ال 4096، يعني تبقى كام؟ يعني ينفع تبقى 0، ينفع تبقى 1، لا ينفع تبقى 2 3 4 10 20 1000. يبقى اقل قيمه عندي بكام؟ ب 0. القيمه اللي بعدها تبقى كام؟ القيمه اللي بعدها ب 8000 وشويه، القيمه اللي بعدها ب 12000 وشويه، القيمه اللي بعدها ب 16000 وشويه. يبقى الرقم ده بيكون مضاعفات الكام؟ 4096. السويتش بتاعك لو انت ما انتش معدل قيمه البريوريتي عليه، هو باي ديفولت بتبقى قيمته بكام؟ قال لك ب 32000 7 6 8. ده القيمه الديفولت، يعني اي سويتش البريوريتي بتاعته ب 32768. طبعا ده بينجمع عليها حاجه اسمها الايه؟ السيستم اي دي، اللي هو مفروض بيعبر عن ايه يا شباب؟ الفي لان نمبر. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب يبقى ده كده بالنسبه للبريدج اي دي. بالنسبه للماك ادرس، ده رقم عادي خالص 48 بت. ال 48 بت دولت مفروض بيتكتبوا كهيكسا ديسمال، يعني ارقام من الزيرو للتسعه ومن الاي للاف. طيب حلو قوي. تعالى كده، انا عندي ثلاث سويتشات بالوضع اللي احنا شايفينه قدامنا ده. السويتشات اللي انا شايفها ديت، انا ملاحظ ان كل سويتش البريدج اي دي بتاعه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن رقم بريوريتي وايه؟ وماك. رقم بريوريتي وماك، رقم بريوريتي وماك. طيب هو الرقم ده من الواضح كده ان هو البريوريتي فاليو بتاعته كانت كام؟ ها، ده معناه ان الشبكه دي شغاله في الفيلان رقم، فيلان رقم واحد، يعني الرقم ده كان 32768 وانجمع عليه الواحد بتاع الفيلان، فبقى ده رقم البريوريتي بتاعتي برضو ده كذلك. طيب الراجل ده بالقيمه دي، ده معناه ان هو متساب على الديفولت ولا حد دخل عدلها؟ دخل عدلها. الرقم ده مضاعفات ال 4096 ولا لا؟ لو جيت تقسمه على 4096 هتلاقيه رقم صحيح مش رقم كسر. تمام. طيب انا دلوقتي لما اجي اشوف عمليه الالكشن بتاعتي كانت بتتم ازاي، انا اول حاجه ببدا اختار مين هو الروت سويتش. طيب الالكشن بتاعتي بتتم ازاي؟ بناء على الاربع معايير دول. اول معيار عندي اللي هو ايه؟ اقل بريوريتي. يعني انا ببدا اشوف الشبكه بتاعتي كلها، السويتش اللي يبقى اقل بريوريتي هو الروت. ده معناه ان مين الروت في الشبكه دي؟ ده الروت، وبقيه السويتشات كلها شغاله كايه؟ كنون روت. تمام يا شباب؟ يبقى انا كده حددت الخطوه رقم واحد. خطوه رقم واحد ان انا اخترت مين هو الروت سويتش، وطبعا بقيه السويتشات كلها هتبقى ايه؟ هل هبص على بقيه المعايير الثانيه؟ لا، ما دام تحقق شرط معين ما تبصش على بقيه المعايير. تمام؟ طيب حلو قوي. اه هنا بيقول لك ان انا القيمه بتاعتي ب 32000، الراجل سويتش الرقم ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن 32768 مجموع عليه السيستم اي دي اللي هو الفيلان نمبر، اللي هي فيلان رقم واحد. ماشي شباب؟ طيب حلو قوي. هنبدا نتكلم مع بعض كده على حاجه اسمها الكوست، وحاجه اسمها الروت باس كوست. يعني ايه كوست ويعني ايه روت باس كوست؟ انا دلوقتي هو بيقول لك لما تبقى السرعه بتاعتك 10 ميجا، الكوست بتاعك ب 100 لو انت شغال اس تي بي. لو شغال رابيد اس تي بي هيبقى الكوست بتاعك بالرقم ده. لو ب 100 ميجا يعني الكوست بتاعك ب 19، لو 1 جيجا ب 4، لو 10 جيجا ب 2. هي السرعات دي كده بتعبر عن ايه؟ ده معناه ان انا حضرتك ان ده كده الايثرنت، يعني لو الفتحه بتاعتك ايثرنت هيبقى الكوست بتاعها بكام؟ ب 100. لو الفتحه بتاعتك فاست ايثرنت ده معناه ان الكوست بتاعك ب 19، لو جيج ايثرنت ده معناه ان الكوست بتاعك ب 9،
لو 10 جيج ايثر نت ده معناه ان الكوست بتاعك بايه؟ باتنين. ده معناه ان قيمة الكوست لما تقل بتكون افضل ولا لما بتعلى بتكون افضل؟ اكيد طبعا لما بتقل بتكون افضل. الكوست لما بتقل بتكون افضل لان ده ناتج ان ده بورت سريع. طيب حلو قوي. تعال بقى نشوف ده كده بالنسبة للكوست. طيب يعني ايه روت باس كوست؟ انا دلوقتي لو عندي نتورك بالمنظر ده الكوست بتاع كل لينك على حده، يعني ديت فاست ايثرنت ودي فاست ايثرنت، يعني الكوست بتاع الحته ديت بكام؟ 19. الكوست بتاع الحته دي بكام؟ ب 19. الكوست بتاع الحته دي بكام؟ 19 برضه. تمام. طب انا دلوقتي واقف على سويتش 2، علشان اوصل للروت سويتش عندي كام طريق؟ طريقين. هما ايه؟ عندي طريق كده وعندي طريق كده. طب ايه رايكم مين احسن؟ مين ان الكوست بتاعته اقل؟ اللي هو ده، اللي هو ده. لكن الطريق الثاني 19 زائد 19 بحوالي كام؟ 38. وما ده 19، فتلاقي ان الروت باس كوست هي محصله الكوست بتاعك على الطريق اللي انت ماشي فيه. تمام. طيب هو بقى قصه الروت باس كوست ديت انا بستفيد منها في ايه؟ اول بورت عندي بيبدا يتم عليه عمليه الانتخابات هو الروت بورت. هو ايه الروت بورت؟ قال لك ان الروت بورت ده بورت بيبقى موجود على النون روت سويتشز، والبورت ده بيبقى اسرع بورت يوصلني لمين؟ للروت. يعني انا دلوقتي لو واقف على سويتش ده، انا عندي الفتحه دي والفتحه دي والفتحه دي والفتحه دي والفتحه دي، مين البورت اللي يوصلني للروت اسرع؟ قولوا اسمها. ليه؟ عشان هي الروت باس كوست بتاعها ب 19. طب الحته دي الروت باس كوست بتاعها بكام؟ ب 38. طب الحته دي، دي مفروض 19، دي 19، دي 19. فانا لو عاوز امشي من هنا مثلا وامشي الطريق ده، يعني 19 زائد 19، فبالتالي هو مين افضل بورت يوصلني للروت؟ اف 0 على كام؟ اف 0 على 1. ده معناه ان انا كده وانا مغمض بالنسبه للسويتش ده ان ده كده الروت بورت. تمام. طب بالنسبه للسويتش ده عليه كام فتحه؟ اللي هو سويتش الثلاثه ده عليه كام فتحه؟ اللي هم مين؟ اف 0 على 1 واف 0 على 2. طيب مين اللي يوصلني للروت اسرع؟ ما تاخدهاش بمجرد الرسمه، يعني ممكن الرسمه تخدعك. يعني انا دلوقتي، يعني ايه الرسمه تخدعني؟ انا ممكن تبقى الشبكه بتاعتي كده، ده الروت، دي مثلا فتحات فاست، ودي فاست، ودي جيج، ودي جيج، ودي جيج، ودي جيج. لو عاوز اقارن الفتحه دي بالفتحه دي، مين اللي يوصلني للروت اسرع؟ الفتحه اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. ليه؟ انا الكوست بتاع الحته ديت بكام؟ الكوست بتاع الحته دي باربعه ودي باربعه، يعني الطريق ده كله كده بكام؟ بتمانية. يعني الطريق اللي تحت اسرع من الطريق اللي فوق، لان الروت باس كوست بتاعه افضل. تمام يا شباب. يبقى انا دلوقتي بالنسبه لسويتش 3، مين البورت اللي هيشتغل از روت بورت؟ الاف 0 على 1 ده اللي هيبقى الروت بورت. تمام يا شباب. يبقى انا كده خلصت من ده. ابدا اخش على النوع الثاني من البورتات اللي هو الديزجنيتد بورت. الديزجنيتد بورتس دي، ده بورت لازم كل سلكايه على الاقل يكون عليها ديزجنيتد بورت واحد. ده كده اول شرط. تاني شرط ان بورتات الروت كلها بتبقى ايه؟ بتبقى ديزجنيتد. يعني كده وانا مغمض البورت ده هيبقى ايه؟ ديزجنيتد بورت. والبورت ده هيبقى ديزجنيتد بورت. طب بالنسبه للسلكايه اللي هي ما بين اس 1 واس 2، السلكايه دي عليها ديزجنيتد بورت واحد؟ عليها؟ عليها. يبقى خلاص كده
طب بالنسبة للسلكية اللي ما بين 2 و3 اللي هي ترانك 2 دي، لازم تكون في واحدة فيهم تبقى ديزيجنيتد. طب بالنسبة للسلكية اللي ما بين S3 وS1 اللي هي بتاعة الروت، فأنا دلوقتي الانتخابات دلوقتي هتبقى ما بين مين ومين؟ ما بين السويتش 2 اللي هي الاف 0 على 2، وما بين S3 اللي هي الاف 0 على 2. طب لما اجي اعمل عمليه الانتخابات اعملها بناء على ايه؟ ابص على الليسته بتاعتي، اقل بريوريتي، اقل ماك، اقل كوست، اقل بورت اي دي. هو الروت بورت كانت الانتخابات بتاعته كانت بناء على ايه؟ اقل كوست، يعني المعيار رقم 3. ما تحققش ابص على المعيار رقم البورت اي دي. طيب بالنسبه للديزيجنيتد بورت الانتخابات بتاعته قال ايه؟ قال بريوريتي. يعني دلوقتي بالنسبه للبورت ده والبورت ده، ده على S3 وده على S2، مين فيهم اللي اقل في البريوريتي؟ ده البريوريتي بتاعته ب 32000، ده البريوريتي بتاعته ب 32000، ده معناه ان هم ايه؟ متساويين. ابص على المعيار رقم 2 اللي هو بيقول لك اقل ايه؟ اقل ماك. طب ده الماك بتاعه اقل ولا ده الماك بتاعه اقل؟ بتاع سويتش 2 لو جيت الاحظ هلاقي الارقام ديت اصغر من الارقام دي. فبالتالي مين اللي هيبقى ديزيجنيتد بورت؟ الاف 0 على 2 ولا الاف 0 على 2 هنا؟ الاف 0 على 2 في سويتش 2 هي ديت اللي تبقى ديزيجنيتد بورت. تمام؟ طب بالنسبه للبورتات دي، مش دي كده برضو سلكايه؟ والسلكايه الواحده لازم يكون فيها ديزيجنيتد على البورت على الاقل، يبقى اكيد وانا مغمض دي برضو ديزيجنيتد بورت، دي ديزيجنيتد بورت، دي ديزيجنيتد بورت. ايه ده؟ ده معناه ان البورتات اللي بتتوصل بالاند ديفايسز دي بتبقى ديزيجنيتد بورت. اقول لك اه بس شباب، في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا كده حددنا تاني بورت عندي اللي هو ديزيجنيتد بورت. اي بورت تاني هو ده البورت اللي هيبقى ايه؟ الالتيرناتيف، ده البورت اللي هيتقفل. ايه البورتات اللي فاضله معانا في الشبكه اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ ده البورت اللي هيتقفل. يعني حضرتك لو عملت نفس النتورك دي بنفس البريوريتيز دي بنفس المكات دي، هتلاقي ان البورت ده هو اللي اتقفل. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ انا كده يعتبر الاس تي بي اشتغل وحقق الغرض بتاعه اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو بيجي عند الريدندنسي ويجي على بورت معين ويروح قفل. طيب تعالى تعالى نشوف الشبكه اللي انا كنت عاملها دي. واضح كده من الشبكه كده بمجرد النظر، السويتش ده ينفع يكون روت سويتش؟ ليه ما ينفعش؟ عشان في بورت مقفول. احنا بورتات الروت كلها بتبقى ديزيجنيتد، يعني كلها شغاله. طيب الراجل ده ينفع يكون روت سويتش؟ ده ينفع يكون روت سويتش؟ ينفع. ده ينفع يكون روت سويتش؟ اه ينفع. طب انا عاوز اعرف بقى مين الروت سويتش في الشبكه اللي انا شايفها قدامي دي؟ هل انا غيرت في البريوريتيز بتاعت السويتشات دي؟ غيرت في حاجه؟ ما غيرتش. ما دام ما غيرتش معناه الانتخابات تم بناء على ايه؟ على الماك ادرس. يعني انا دلوقتي لو جيت على السويتش زي ده وجيت على السي ال اي بتاعه وهكتب كده شو سبانينج تري، عاوزين كده من الكلام اللي طالعنا ده نستنبط الراجل ده روت ولا نون روت. انا دلوقتي بيقول لك ان الاف 0 على 0 اف 0 على 1 الرولز بتاعتي ديزيجنيتد وشغالين كفورورد. افهم على طول كده وانا مغمض ان ده ايه؟ ليه؟ عشان الروت سويتش كل بورتاته بتبقى ايه؟ ديزيجنيتد. ما تخليش ان ده الشاهد الوحيد. امال ايه كمان؟ هتلاقي ان هو جايب لك معلومات بناء على الروت سويتش وجايب لك معلومات بناء على السويتش اللي انت واقف عليه. يعني جايب لك المعلومات بتاعه الروت والمعلومات بتاعته. لو لقيت الاثنين زي بعض ده معناه ايه؟ ان هو الروت. يعني انا دلوقتي لما اجي ابص على يعني ده الماك ادرس بتاع السويتش هلاقي ان هو نفس الماك ادرس اللي هنا. لما اجي ابص على البريوريتي هتلاقي ان هو نفس البريوريتي. تمام؟ طيب انا ملاحظ ان قيمه البريوريتي هي عباره عن ايه؟ هو كاتبها لك اهو ان البريوريتي 32786 مجموع عليها السيستم اي دي اللي هو الفيلان رقم 1
ليه واحد؟ لان حضرتك لو جيت دلوقتي قلت له شو الفيلان، شو للفيلانز، انت ما انتش مكريت حاجه غير الفيلان رقم واحد. حلو الكلام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. وايه كمان؟ انا كاتب لي this bridge is ايه؟ is root. على طول افهم ان ده على طول ده الايه؟ ده الروت. طب تعال نشوف السويتش التاني، يعني تعال نمسك زي ده مثلا. هفتح السي اللاي بتاعته. هقول له شو السبانينج تري. اول حاجه حاطط لك المعلومات بتاعت الروت. هتلاقيها انا متاكد ان هي مختلفه عن المعلومات بتاعته، يعني لما تيجي تبص للماك ده غير الماك ده. مختلف ولا لا؟ مختلف. طيب الشاهد كمان ايه؟ ان الاف 0 على 1 دي مخليها كروت بورت. الاف 0 على 2 دي مخليها كايه؟ كديزيجنيتد بورت. طيب يعني هو حضرتك جه على الاف 1 على 0 دي خلاها روت بورت، هو البورت ده اللي يوصلني اسرع ولا ده اسرع؟ الاف 0 على 1 اللي يوصلني للروت اسرع، يعني ديت الروت بورت وديت الايه؟ ديزيجنيتد بورت. يبقى على طول افهم ان ديت الفتحه الايه؟ الالترناتيف. طب تعالى كده نشوف السويتش التالت. هقول له شو للسبانينج تري. هتلاقي ان الفتحه الاف 0 على 1 ديت الروت بورت، الاف 0 على 2 دي قال لك ان هي ايه؟ الترناتيف. طيب الاستيتس بتاعتها بلوك ولا فورورد؟ بلوك. انا اللي بيعمل فورورد هو مين؟ الروت بورت ديزيجنيتد بورت. اللي بيتقفل هو مين؟ الالترناتيف. في مشكله يا شباب في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. هو هنا بيقول لك انا بعمل الكشن على مستوى الروت بورتس، فهو عنده مسارين مثلا بالنسبه لسويتش 2، هو عنده مسارين هيختار مين؟ هيختار طبعا الاف 0 على 1 هي اللي هتبقى روت بورت، وعلى السويتش ده هيختار الاف 0 على 1 هي اللي هتبقى روت بورت. طيب بالنسبه للالكشن بالنسبه للديزيجنيتد بورتس، طبعا كل بورتات الروت بتبقى ديزيجنيتد، البورتات اللي بتبقى متوصله بالاند ديفايسز بتبقى برضو ديزيجنيتد، كل سلكايه على الاقل لازم يكون فيها ايه؟ ديزيجنيتد بورت. طيب حلو. البورتات اللي فاضله هي ديت اللي تبقى الترناتيف بورتس. طب عايزين نحط معادلات للكلام ده، يعني انا عاوز، يعني ممكن تتسالها في انترفيو دي على فكره، ممكن يقول لك انت لو عندك شبكه مكونه ويرسم لك شكل الشبكه، يقول لك بمجرد ويرسم لك شكل شبكه ملعب جدا، يعني انت لو قعدت تقعد تعمل حسابات بتاعت الاس تي بي هتاخد وقت. انت تعرف كده بمجرد النظر كام روت بورت، كام ديزيجنيتد بورت، كام الترناتيف بورت؟ اه ليها معادلات. ازاي؟ نمسح الكلام ده. انا دلوقتي بالنسبه للروت بورتس، انا عندي كام روت بورت في الشبكه؟ ايه الان دي؟ يعني معناه ان هو عدد السويتشات ناقص واحد. ليه طرحت منها واحد؟ علشان الروت ما بيبقاش فيه روت بورتس، ده معناه ان كل النون روتس اللي في الشبكه كل سويتش بيبقى عليه على الاقل كام روت بورت؟ عليه واحد. يعني عندي كام روت بورت في الشبكه؟ يعني عدد السويتشات ناقص واحد. تمام. طب بالنسبه للديزيجنيتد بورتس، عندي كام ديزيجنيتد بورت في الشبكه؟ سبعه. انا مش عايز ارقام، انا عاوز معادله. ايه الان دي؟ لا، عدد اللينكات. انا كنت بقول لك الديزيجنيتد بورت كل سلكايه على الاقل عندها ايه؟ ديزيجنيتد بورت. فده معناه ان الديزيجنيتد بورت قال لك ان هو عباره عن عدد اللينكات اللي في الشبكه. طيب بالنسبه للالترناتيف بورت، البورتات اللي بتتقفل، قال لك ان هي عدد اللينكات ناقص عدد السويتشات زائد واحد. طب تعالى نحقق بقى الكلام ده على الشبكه اللي احنا عاملينها دي. انا عندي كام سويتش في الشبكه دي؟ ثلاثه. يعني عندي كام روت بورت؟ باتنين. هل هما فعلا كانوا اتنين؟ اه اهو، ده روت بورت وده روت بورت. طب بالنسبه للديزيجنيتد بورت قلنا ان هو عدد الكابلات، انا عندي كام كابل في الشبكه دي؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. هل انا عندي سبعه ديزيجنيتد بورتس؟ هما فين؟
ده designated, ده designated, ده designated, ده designated, ده designated, ده designated, ده designated. لو جيت عدهم هتلاقيهم سبع بورتات designated ports. طب بالنسبة للالترناتيف انا عندي كام لينك؟ لا انا بعد اللينكات اللي هي ما بين السويتشز. انا عندي كام لينك؟ ثلاثة. ناقص كام سويتش؟ ثلاثة زائد واحد. وهو فعلا كام بورت اتقفل؟ هو بورت واحد بس. تمام يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طب حلو قوي. تعالى كده قل صوتك شوية. الروت كل بورتاته، لا مش شرط مش شرط، ممكن يكون المسار اللي تحت يكون الروت باس كوست بتاعه افضل، مش شرط. ايه مش سامع؟ الروت ممكن يكون اللي قصاده الترناتيف عادي. اه ينفع. في الكيز اللي انا رسمتها لما رسمت ثلاث سويتشات كان في لينكايه جيج واللي تحت دولت فاست، او العكس اللي تحت جيج وديت فاست، هتلاقي ان اللينكايه اللي فوق هي اللي بتتقفل واللينكات اللي تحت هي اللي شغاله. تمام. طيب تعالى بقى ايه شويه تكنيكات كده في الاس تي بي. انا دلوقتي لو عندي شبكه بالوضع ده كل سويتش متظبط عليه البريوريتي ومتظبط عليه الماك. هو الماك طبعا هو ما بعرفش اغيره، اللي بغيره بس هي البريوريتي. مين اللي البريوريتي بتاعته متغيره على الاربع سويتشات دول؟ سويتش رقم واحد ده قيمته متغيره، ده معناه ان فرصته ان هو يبقى هو الروت عاليه ولا لا؟ عاليه. طيب يبقى انا دلوقتي ده كده البريوريتي والماك بتاعه، ده البريوريتي والماك بتاعه، ده بريوريتي والماك بتاعه، ده البريوريتي والماك بتاعه. مين الروت سويتش؟ مين؟ يبقى ده الروت. ليه هو الروت؟ اقل بريوريتي. تمام. طب نبدا نعمل انتخابات على مستوى البورتات. على طول البورتات الروت بتبقى ايه؟ بتبقى ديزيجنيتد بورت. ده ديزيجنيتد بورت. طب بالنسبه لسويتش زي سويتش 4 الاف 0 على 3 دي هتبقى ايه؟ هتبقى روت بورت. ليه؟ اللي عندها ده طريق وده طريق، مين اللي وصلني اسرع؟ اكيد الاف 0 على 3، فدي هتبقى هي الروت بورت. طب حلو. طب بالنسبه لسويتش 2 او بالنسبه لسويتش 3 مين اللي يبقى روت بورت؟ الاف 0 على 1 هي الروت بورت. طب بالنسبه لاس 2 مين اللي تبقى الروت؟ انا عندي ده الروت باس كوست بتاعه 19 وده 19 وده برضه 19 وده 19، ده معناه ان هما متساويين في الايه؟ في الروت باس كوست. بيبدا يبص على المعيار رقم 4. 4 ده كان بيقول لك ايه؟ قال لك معيار البورت اي دي. ايه بقى معيار البورت اي دي؟ انا كل فتحه من فتحات السويتش يا شباب بيبقى ليها بورت اي دي. البورت اي دي ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى رقم، بيبقى 128 رقم مسافه رقم البورت المقابل. ازاي؟ يعني مثلا حاجه زي دي، البورت زي ده، انا عاوز اعرف قيمه البورت اي دي بتاعته بكام؟ على طول ب 128 دوت رقم البورت. هو البورت ده المقابل بتاعه اف 0 على كام؟ على واحد. يعني البورت اي دي بتاع الفتحه دي ب 128 دوت واحد. طب بالنسبه للبورت ده هيبقى البورت اي دي بتاعه بكام؟ 128 دوت ب 2. ليه 2؟ لان اللي قصاده اف 0 على 2. تمام يا شباب؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اختار، اختار اللي البورت اي دي بتاعه 128 دوت 1 ولا 128 دوت 2؟ دايما الاقل. السويتشات اي انتخابات تتم الاقل دايما هو اللي افضل. فبالتالي مين البورت اللي هيبقى روت بورت؟ الاف 0 على 1. تمام يا شباب؟
في مشكلة في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. طبعا نكمل بقى. ده هيبقى روت بورت، مفيش مشكلة. ده هيبقى ديزيجنيتد، ده ديزيجنيتد، ده روت بورت، ده ديزيجنيتد، ده البورت اللي هيتقفل. في مشكلة بالنسبة لحد في الكلام ده؟ طب حلو قوي. تعال نشوف كيس تاني. هو ايه ده؟ لا يبدأ يبص على اللوكال اي دي. اللوكال اي دي استحالة يتشابه، ما ينفعش يكون فتحتين ليهم نفس الاي دي. تمام. طيب تعال نشوف الكيس دي. الكيس دي كده مين الروت سويتش وليه؟ سويتش واحد هو الروت. ليه؟ لا مش اقل ماك، عشان اقل بريوريتي. تمام. كل بورتاته ديزيجنيتد، يعني الاف 0 على 1 ديزيجنيتد والاف 0 على 2 ديزيجنيتد. طب بالنسبه للاف 0 على 6 والاف 0 على 5، مين فيهم اللي تبقى روت بورت؟ هما الاثنين متشابهين في الكوست، في الروت باس كوست ولا لا؟ دي 19 ودي 19. يبدا يبص على المعيار اللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ ليه؟ ليه؟ هو الاي دي بتاع الانترفيس الاف 0 على 6 ده بكام؟ 128.1. ليه دوت واحد؟ مقابل. طب ده بكام؟ دوت 2. ده معناه ان مين البورت اللي هيتقفل ومين البورت اللي هيبقى روت بورت؟ الاف 0 على 5 هو اللي هيبقى ايه؟ هو اللي هيتقفل، وده اللي هيشتغل از ايه؟ از روت بورت. تمام. تعال نجربها، تعال نجربها. تعال كده هاجي في الشبكه بتاعتي، هجيب سويتشين. هو النوع السلك ما بين السويتشات بتبقى ستريت ولا كروس؟ ستريت يا راجل يا جاحد يا مفتري. ها ستريت ولا كروس؟ دي زي دي يعني نفس الفئه، يبقى على طول ايه؟ كروس. طب تعالى نجيب كابل كروس. تعالى كده انا هوصل في الاف 0 على 1 قصاد اف 0 على 6، و اجيب الاف 0 على 2 قصاد الاف 0 على كام؟ على 5. تعالى نشوف ايه البورتات اللي هتتقفل، نصبر عليه 30 ثانيه. عملش ايه؟ عادي هتبقى باينه برضه، هيبقى باين الاي دي اللي قصاد التاني العكس. ايه اللي حصل؟ الاف 0 على 5 ايه هي اللي حصل لها ايه؟ بلوك. يعني دلوقتي لو جيت على ده وقلت له شو للسبانينج تري، هتلاقي ان الاف 0 على 5 هي اللي حصل لها ايه؟ حصل لها بقت هي الالترناتيف، يعني ده البورت اللي اتقفل. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طب حلو قوي. التكنيكات البسيطه دي يا شباب اللي بتفرق المهندس اللي مجرد واخد كورس وخلاص، ولا واحد فاهم قوي. يعني انت لما تيجي تقعد في انترفيوهات مش هيقعد يسالك انا الاس تي في ده بيشتغل ازاي؟ اكيد لا، يسألك في التكنيكات اللي جوه قوي دي، بحيث انه يشوفك انت فعلا مذاكر صح ولا لا. فانت يعني لازم تجيب الموضوع من فوق وتبدا تشوف بقى التفاصيل البسيطه دي. واحد يقول لي يا عم انا الكلام ده ممكن ما اعملوش في الشغل اصلا، بس انت لسه في مرحله ايه؟ بيشوف شخصيتك من الـ من الـ من الاسئله اللي هو بيسالها لك، وبيشوف ردودك عامله ازاي، وبتركز في ايه ما بتيجي تذاكر كورسات. ماشي شباب؟ طيب ده كده بالنسبه في حاله ان انا الكوستس بتاعتي بتتساوى، فبيبدا يبص على حاجه اسمها البورت اي دي. طيب
اهو انا ملاحظ ان الاف 0 على 5 هو ده البورت اللي اتقفل وده البورت اللي هيشتغل از روت بورت. طيب حلو الكلام. في البدايه خالص لما كنت بقول لك ان السويتشات كلها كل سويتش بيبعت رساله اسمها ايه؟ بي بي ديو. البي بي ديو دي بعد ما الشبكه بتوصل لمرحله الكونفرجن يعني بعد 30 ثانيه مين اللي بيبعت البي بي ديو؟ الروت. طب ايه الغرض ان الروت بيبعت رساله بي بي ديو؟ علشان يعرف السويتشات كلها ان الروت لسه شغال، يعني بتستخدم از كيب لايف. يعني انا دلوقتي الرساله دي كل ثانيتين بتلاقي ان الروت بيبعت بي بي ديو لكل الناس اللي في الشبكه يقول لهم يا جماعه لسه شغال. تمام؟ طيب باي ديفولت باتنين، الرقم ده ممكن اغيره من الواحد لحد ال 10 سكند عادي، تكبره صغره براحتك. الاس تي بي لما جيت اقول لك هو بيشتغل، هو بيتم في كام مرحله؟ المرحله الاولانيه بيعمل ايه؟ بيختار الروت. المرحله الثانيه بيعمل الكشن على مستوى البورتات. الاثنين دول بتبقى اسمها مرحله الليسننج. يعني انا السويتش بتاعي لما بيبدا يشتغل، احنا لسه هنتكلم على الستيتس بتاعت السويتش. السويتش لما بيبدا يشتغل بيعمل حاجه اسمها ليسننج. يعني ايه ليسننج؟ يعني حضرتك السويتش بيختار مين هو الروت وبيبدا يحدد ايه هي البورتات اللي هتتفتح وايه هي البورتات اللي هتتقفل. تمام؟ العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ 15 سنه. بعد كده السويتش بتاعك بيبدا يعمل حاجه اسمها ليرنينج. ليرنينج يعني ايه؟ يعني ببدا ابني الماك ادرس تيبل بتاعي، برضو ده بياخد 15 سنه. عشان كده بقول لك ان الاس تي بي بياخد كام ثانيه؟ 30 سنه. فهو هنا بيقول لك انت ممكن الشبكه بتاعتك تكون صغيره، فعمليه الالكشن بتاعتك هتبقى ايه؟ سريعه. وممكن الشبكه بتاعتك تكون فيها سويتشات كتير، فعمليه الالكشن هتكون ايه؟ بطيئه. طيب اذا كانت خلصت او ما خلصتش، السويتش بيقعد ال 15 سنه. يعني انا لو الشبكه بتاعتي فيها سويتشين هيقعد في الليسننج 15 ثانيه، لو الشبكه بتاعتك فيها 1000 سويتش هيقعد برضه 15 سنه. الرقم ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه الفورورد ديلي. بتبقى باي ديفولت قيمتها بكام؟ ب 15 ثانيه. طيب الرقم ده ممكن العب فيه او ممكن تغيره؟ ايه معيار التغيير؟ ممكن تغيره في الرينج ده، ولا ينفع تقلله عن 4 سكند، ولا ينفع تزوده عن 30 سكند. طبعا ما حدش بيعدل في الارقام دي، لان يعني اكيد معمول عليها دراسات ان هو ال 30 سكند الاس تي بي بيبقى كونفرجنت. تمام؟ في مشكله يا شباب في الكلام ده؟ طيب بعد كده بيكون في عندي حاجه اسمها الماكس ايجنج. يعني ايه ماكس ايجنج؟ انا كنت بقول لك ان الروت سويتش بيبعت رساله اسمها ايه؟ بي بي ديو كل ثانيتين. طب هو مش وارد ان في بي بي ديو عماله تلف في الشبكه او حصل لها عمليه اكسباير، او بمعنى صح انا عاوز اعمل تي تي ال لرساله البي بي ديو بعد فتره معينه خلاص وقعها. الفترة ديت قد ايه؟ قال لك الفترة دي بيبقى اسمها الماكس ايجنج، بتبقى 20 ثانية. يعني حضرتك لو في كده سويتش وفي سويتشات كتير كده تحتيه، الروت بيبعت البي بي ديو، ده ياخدها ويبعتها كده، ده ياخدها ويبعتها كده، ده ياخدها ويبعتها كده. أنا كسويتش لو استقبلت بي بي ديو، الايجنج بتاعها أو التايم اللي فيها عدت ال 20 ثانية، أنا كسويتش بالنسبة لي البي بي ديو ديت بقت اكسبايرد، فبعمل لها دروب. الرقم ده بيبقى اسمه ايه؟ الماكس ايجنج. طب ده مؤشر لايه؟ ده مؤشر ان حضرتك انا كسويتش او ايا كان ايه السويتش الموجود عندك في الشبكه، لو قعدت لمده 20 سكند ما استقبلتش بي بي ديو من الروت، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الروت وقع، ومعناه ان نقعد نعمل انتخابات من اول وجديد تاني، نختار روت جديد. ده معناه ان انا لو الروت وقع الشبكه بتاعتك عشان ترجع تبقى كونفرجت تاني هتاخد وقت قد ايه؟ هو صبر 20 ثانيه عم اتاكد ان الروت وقع، بعد كده ياخد 15 ثانيه ليسننج، بعد كده ياخد 15 ثانيه ليرننج، يعني ياخد 50 ثانيه عشان الراجل ده يرجع يبقى كونفرجت تاني. يبقى كده البروتوكول ده بطيء ولا سريع؟ بطيء جدا. ولاحظنا برضو ان الشبكه بتاعتك مهما كانت كبيره او صغيره لازم بياخد الوقت بتاعه في الليسننج وياخد الوقت بتاعه في الليرننج. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو قوي.
المراحل بتاعه اللي بيتم بيها اي سويتش، اول حاجه ان هو بتبقى مرحله البلوكينج، يبدا يعمل ليسننج ايه اللي بيحصل في المرحله دي، بيعمل الكشن على مستوى البورتات وعلى مستوى السويتشات. طب امتى يكون ليسننج وبعدين يبقى بلوك؟ البورتات اللي اتعمل لها اتحددت ان هي تبقى التيرنت. طب مين البورتات اللي اللي السويتش بيعمل لها ليرنينج، يعني بيتعلم المكان بتاعتها؟ الديزيجنيتد والروت بورتس. بعد كده تبدا تبقى حالتها تبقى ايه؟ تبقى فورورد. يبقى المراحل بتاعتي بلوكينج، ليسننج، ليرنينج، فورووردنج، السايكل دي كلها تاخد وقت قد ايه؟ تاخد 15 سنه، تاخد 30 سنه. تمام يا شباب؟ طيب حلو قوي. في مرحله البلوكينج يعني البورت بتاعك مقفول، بيستقبل او 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 تحدد ان البورت ده يبقى بلوك. لما البورت بتاعك بيكون مقفول هل بيستقبل بي بي ديوز؟ اه بيستقبل. هل بيبعت بي بي ديوز؟ لا. هو الخوف يقفل علينا، ممكن تفتح الباب؟ حد يفتح الباب؟ ممكن العامل يروح قافل علينا. افتح الباب. طيب هل لو في بلوك بورتس هل بحطه في الماك ادرس تيبل؟ لا، بورت مقفول مش موجود معايا في الماك ادرس تيبل. طب هل ينفع ابعت عليه داتا؟ برضو لا. طب في مرحله الليسننج يعني السويتش بيعمل ايه؟ بيعمل الكشن اذا كان بورتات او على مستوى السويتشات. هل بيبعت بي بي ديوز ويستقبل بي بي ديوز؟ اه عادي بيبعت بي بي ديوز ويستقبل بي بي ديوز عشان يعمل الكشن اصلا. طيب هل لسه اتحط في الماك ادرس تيبل؟ لا. هل ممكن يقدر يبعت داتا؟ برضو لا. طب بالنسبه لمرحله الليرنينج بيبعت ويستقبل، اتحط في الماك تيبل، اصلا مرحله الليرنينج غرضها ان هي تتعلم الماكات. طيب جاهزه ان هي تبعت وتستقبل داتا من الاجهزه؟ لا لسه. طب لما توصل بقى لمرحله الفوروردنج، اه بتبعت وترسل بي بي ديوز، بتتحط في الماك تيبل، بتبعت داتا، اه بتبعت داتا. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب في عندي حاله اسمها حاله الديسيبل. يعني ايه حاله الديسيبل؟ يعني كانك شديت السلك من السويتش. خلي بالك في فرق من الديسيبل ومن البلوك. الديسيبل يعني مفيش سلك متوصل في الفتحه دي، اما البلوك ده سلك متوصل بس الاس تي بي قرر ان هو يقفل الفتحه دي. تمام يا شباب؟ طيب حلو قوي. تعالى بقى نشوف سويتشات سيسكو هل شغال عليها اس تي بي. سويتشات سيسكو شغال عليها اس تي بي؟ اصدمك واقول لك لا. امال ايه اللي شغال؟ شغال بروتوكول تاني خالص اسمه البي في اس تي بلس. يعني انا دلوقتي لو جيت على سويتش قلت له سبانينج تري مود، اعمل علامه استفهام، هو فين الاس تي بي؟ مفيش اس تي بي. يعني ايه؟ يعني اللي شغال على السويتشات سيسكو ده مش اس تي بي؟ اقول لك اه. امال ايه اللي شغال؟ ده بي في اس تي بلس. طب ايه الفرق ما بين البي في اس تي بلس وما بين الاس تي بي؟ الاثنين كشغل زي بعض بالظبط. الفرق ما بينهم ان قيمه، الفرق رقم واحد ان قيمه البريوريتي في الاس تي بي هي عباره عن البريوريتي فاليو فقط، اما البريوريتي في البي في اس تي بلس هي عباره عن البريوريتي مجموع عليها السيستم اي دي. ايه ده؟ يعني انا لو مشغل اس تي بي العادي ما بينجمعش عليه السيستم اي دي؟ لا ما بينجمعش، بيبقى قيمه البريوريتي بس. اللي بيجمع هو مين؟ يعني كل اللي كنت بوريه لكم ده مش اس تي بي؟ اه ده كان بي في اس تي بلس. تمام. طب الفرق رقم اتنين، الفرق رقم اتنين ان الاس تي بي، انا اسف، البي في اس تي بلس قال لك ان هو بيعمل عمليه انتخابات لكل في لان على حده. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو الشبكه بتاعتي انا عندي سويتش وعندي سويتش موصل عليه اجهزه ودي اجهزه ودي برضو كده وموصل سلكتين كده، تمام؟ وجيت على السويتش ده ورحت قايل ان الفتحتين دول تبع في لان 10 والسلكتين دول تبع في لان 20، دول تبع في لان 10
ودول تبع VLAN 20. لو انت مشغل STB وده ما بيبقاش موجود على سيسكو، ده بيبقى موجود على السويتشات اللي هي زي HP وهواوي وجينيفر او اي فيندور تاني، ده اللي شغال عليه الـ STB. بيعمل عملية انتخاب واحدة بس، يعني بيبقى يكون في روت سويتش واحد بس. اما لو انت مشغل BVST بلس، قالك ان كل VLAN على حدة بيكون ليها روت بورت روت سويتش، وبيكون ليها الليكشن البورتات الخاصة بيه. وبرضو كذلك بالنسبة للفيلان التانية بيكون ليها الروت بورت بتاعها والإليكشن الخاصة بيه. يعني دلوقتي الشبكة بتاعتي دي فيها كام فيلان؟ فيها اتنين، يعني فيها كام روت؟ اتنين. خلي بالك انا ممكن يكون ده الروت بالنسبة للفيلان 10 ونان روت بالنسبة لفيلان 20. برضو كذلك ده ممكن يكون نان روت بالنسبة للفيلان 10 وممكن يكون روت بالنسبة للفيلان كام؟ للفيلان 20. عايزين نشوف اثبات للكلام ده. هو اللي شغال على التوبولوجي اللي احنا عاملينها دي هو اس تي بي ولا بي في اس تي بلس؟ بي في اس تي بلس. تعالى كده ايه؟ لا 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 تجيبش حاجه. بص انا اولا البورتات اللي موجوده ما بين السويتشات ديت هتبقى اكسس ولا ترانك؟ تبقى ترانكات. طب هي دلوقتي شغاله كاكسس ولا ترانك؟ ليه؟ عشان الدي تي بي شغال، والدي تي بي الديفولت بتاعته دايناميك ايه؟ دايناميك اوتو. دايناميك اوتو وصاد دايناميك اوتو يعني اكسس، يعني معناه ان الشبكه دي مش شغاله صح. لازم انا اللي اخش على الفتحات يا اما اقلب بورت معين اقلبه كدايناميك ديزايربل، يا اما انا اللي اخش واقولها صراحه كده كلكم ترانك. طيب كنت بعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي مثلا على السويتش الاولاني ده، هخش انترفيس رينج الاف 0 على 1 كوما الاف 0 على 2 واقول له سويتش بورت مود ترانك، واجع السويتش ده انترفيس رينج اف 0 على 1 كوما اف 0 على 2 سويتش بورت مود ترانك، انترفيس اف 0 على 1 رينج اف 0 على 2 سويتش بورت مود ترانكات. استنى بس عشان هو بيعمل انتخابات تاني. طيب تعالى كده هكريت فيلان 10 وفيلان 20 على كل السويتشات، مش هعمل غير كده بس. فيلان 10 وفيلان 20 واجي على ده هقول له فيلان 10 وفيلان 20 VLAN 10 VLAN 20 لو جيت على السويتش ده
قلت له شو السبانينج تري، هلاحظ ايه؟ ان في انتخابات لها علاقه بمين؟ بالفيلان رقم واحد وده الشغل بتاعها، وفي انتخابات لها علاقه بمين؟ فيلان 10 ولا الشغل بتاعها، وفي انتخابات لها علاقه بمين؟ فيلان 20. ايه ده؟ يعني في انتخابات بتتم لكل فيلان على حدة؟ انا لو عامل 100 فيلان البروتوكول ده هيعمل انتخابات 100 مرة؟ طب الموضوع ده اوفر هيد عالي على السويتشات ولا لا؟ ده كارثة، كارثة من كوارث الزمن الموجودة في البي في اس تي. عشان كده سيسكو راحت عاملة بروتوكول اسمه الام اس تي، مالتي اريا مالتي لينك او مالتي اريا سبانينج تري بروتوكول. قال لك ان انت ممكن تروح عامل حاجه اسمها انستنس، الكلام ده هيتشرح في الان بي. بتبدا ان انت تعمل انستنس، تقول والله انا عاوز اعمل للفيلان زي الفيلان 1 والفيلان 10 والفيلان 20 احطه مثلا في انستنس 0، دولت يتم في عمليه انتخابات مره واحده بس، ما يقعدش يعمل انتخابات لكل فيلان على حد. يعني سيسكو عدلت الموضوع ده؟ عدلته، تمام. طيب ده كده بالنسبة للبي في اس تي بلس. طيب مراحل تطور الاس تي بي، الاس تي بي طلع بعديه حاجة اسمها الرابيد اس تي بي، ده برضو يعتبر ستاندر، تمام. تعالى في جدول هنا احسن. اول بروتوكول طلع اللي هو مين؟ الاس تي بي. التطوير بتاعه عملوا شوية تحسينات، يعني نزل فيرجن 2 منه اللي هو 802.1D، بعد كده راحوا مطورينه عملوا الرابيد اس تي بي، بعد كده راحوا عاملين اللي هو الام اس تي بي، تمام. دولت ستاندر. افهم ان هما ستاندر يعني ايه؟ يعني بيشتغل على الفيندورز اللي هي مش سيسكو. سيسكو عملت ايه؟ سيسكو عامله البي في اس تي بلس، عامله الرابيد بي في اس تي بلس، عامله الام اس تي، تمام. ينفع بي في اس تي بلس يعني سويتش سيسكو يكلم سويتش هواوي اللي هو الاس تي بي العادي؟ ينفع عادي، الاثنين قايمين على نفس الالجوريزم، ماشي. طب ينفع اس تي بي يكلم رابد؟ ينفع الرابد ينزل للاس تي بي، ماشي باب. يعني السريع ينزل للايه؟ للبطيء. طب احنا الاس تي بي قلنا ايه المشاكل اللي فيه؟ احنا قلنا مشكلتين، هي طبعا المشكله المشكلتين دولت هما في الوقت، بياخد وقت كبير جدا. طب ايه اللي بيخليه يضيع وقت؟ ها، انه بيقعد 20 ثانيه على ما يدرك ان الروت واي عشان يعمل انتخابات من اول وجديد. رقم 2، الحاجه بتخليه يضيع وقت ان هو بيقعد 15 ثانيه ليسننج، 15 ثانيه ليرننج حتى لو خلص، ماشي شباب. طيب المشكلتين دولت مفروض ان هم اتعدلوا في الرابيد اس تي بي او في الرابيد بي في اس تي بلس، هو نفس الفكره برضو، ماشي. طيب عدلوهم ازاي؟ اهو بص، لما اجي اشوف الاستاتس انا عندي مرحله الديسيبل، بعدين بلوكينج، بعد كده ليسننج، كل دولت في الرابيد بقوا اسمهم مرحله الديسكارد، وراح ضامن كده يعني مرحله الالكشن، مرحله الالكشن ومرحلة بناء الماك ادرس تيبل، شغلهم الاثنين مع بعض وضربهم في خلاط، بقت اسمها مرحلة الليرنينج، وما بيعتمدوش على بعض وما بيستناش ال 15 ثانية. ده معناه ان انا اول ما السويتشات توصل مرحلة الكونفرجن بتبدأ تشتغل على طول. طب الحركة دي سرعت السويتشات؟ سرعت، هتسرع عملية الكونفرجن معايا ولا لا؟ هتسرعها معايا جدا، تمام. طب بالنسبة للإليكشن على مستوى البورتات، هل مختلف من الاس تي بي العادي عن الرابد؟ اختلاف بسيط، يعني الروت بورت هنا هو هو الروت بورت هنا، الديزجنيتد بورت هنا هو هو الديزجنيتد بورت هنا. الاختلاف الوحيد هو البلوك بورت. البلوك بورت في الاس تي بي هو البورت اللي هو الالترناتيف، صح؟ طيب حلو. في الرابد لا، انا في عندي فئتين من من البورتات، في بورتات بتشتغل از باك اب وفي بورتات بتشتغل از الترناتيف. الفرق ما بين الاثنين؟ البورت اللي هو هيعمل لي لوبينج وبيتقفل ده بيبقى اسمه الالترناتيف بورت، اللي هو البورت اللي انا بشاور عليه ده، تمام. طب افرض ان السويتش ده متوصل بهب، هو الهب ده بيفهم اس تي بي؟ بيفهم اس تي بي؟
لا طب افرض انا موصل كذا سلكاي، ايه اللي بيحصل؟ ها في فتحه فيهم بتتقفل، بس الفتحه اللي بتتقفل بيبقى اسمها الباك اب بورت. ده الفرق الوحيد في البورتات ما بين الاس تي بي العادي والاس تي بي وما بين الرابيد اس تي. ماشي شباب، في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو. الرابد والام اس تي بي اللي هو المالتي، نجيب الاختصار بتاعه مظبوط، اللي هو مالتيبل سبانينج تري بروتوكول. انا كنت بقول مالتي لينك، هي مالتيبل سبانينج تري بروتوكول. المالتيبل سبانينج تري بروتوكول والرابد بيتشرح بقى بالتفصيل في السي سي ام بي كور. ماشي، انت بتاخد عنه فكره بس كده. طيب يبدا يكلمك عن حاجه اسمها البورت فاست والبي بي دي يو جارد. يعني انا دلوقتي عندي شبكه اهي، بس قبل ما اتكلم على البورت فاست والبي بي دي يو جارد، انا دلوقتي يا شباب لو عايز اخلي السويتش ده هو اللي يبقى روت، اعمل ايه؟ اقلل البريوريتي. طيب اقلل البريوريتي ازاي؟ يعني انا ممكن مثلا اجي على السويتش ده، واروح قايل له ايه؟ سبانينج تري. عايز تعمل ايه في السبانينج تري؟ بالنسبه للفيلان رقم واحد عاوز تعمل فيها ايه؟ عاوز اعدل في قيمه البريوريتي. طب عاوز تخلي البريوريتي قيمتها بكام؟ قال لك ان الرقم بتاعك بيبقى من كذا لكذا، بس لازم يكون انكريمنتس اوف الكام؟ 4096. طيب اخليه كام؟ انتوا قولوا لي اخليه كام؟ خليه 4096. تمام. انا دلوقتي غيرت في البريوريتي بتاعت مين؟ بتاعت صاحبنا ده. يعني على طول ده اللي هيبقى الايه؟ الروت. ده معناه ان البورتات اللي مقفوله دي هتبقى ايه؟ هتبقى ديزيجنيتد. تعالى كده نعرض السبانينج تري عليه. دو شو سبانينج تري. بالنسبه للفيلان رقم واحد لسه بيعمل ليرنينج، كانش لسه خلص. دو شو سبانينج تري اهو. ايه اللي حصل؟ الاف 0 على 0، الاف 0 على 1، والاف 0 على 2. الاثنين بقت حالتهم ايه؟ بقت حالتهم فورورد وديزجنيتد. يعني هلاحظ ان في بورت تاني هنا هيتقفل، هو لسه ما خلصش ال 30 ثانية بتوعه. طب تعالى عما يخلص، هو دلوقتي لما انا غيرت قيمة البريوريتي 4096 ليه بقت 4097؟ فيلان واحد. طب بالنسبة للفيلان 10 ليه؟ انا كنت عدلتها في الفيلان رقم واحد بس. ماشي، المفروض في بورت تاني هنا يتقفل. شو السبانينج تري. بص خلي بالك الراجل ده، خلي بالك في حاجة مش واخدين بالكم منها. السويتش اللي أنا واقف عليه ده، السويتش ده مش ده كان الروت القديم؟ كان الروت بالنسبة لمين؟ للفيلان واحد وعشرة وعشرين. أنا جيت على ده على الفيلان رقم واحد وعليت البريوريتي، يعني ده الروت بالنسبة لمين؟ للفيلان واحد. ونان روت بالنسبة لمين؟ عشرة وعشرين. طب بالنسبة لده ده روت لمين؟ لعشرة وعشرين ونان روت بالنسبة. يعني في بورتات شغالة للفيلان رقم واحد وفي بورتات مقفولة
وفي بورتات شغاله الفيلان 10 و20، في بورتات تانية مقفوله. اه يعني دلوقتي لما اخش على السويتش ده بالنسبه للفيلان رقم واحد اهو، بالنسبه في بورتات فيه معمول لها روت بورت وديزجنيتد، اما بالنسبه للفيلان 10 لا ده كلهم ديزجنيتد، بالنسبه للفيلان 20 برضو كلهم ديزجنيتد. ماشي شباب؟ طيب بالنسبه لده شو سبانينج تري، ركز بقى في ده. شوف بالنسبه للفيلان رقم واحد البورت الاف 0 على واحد ده معمول له بلوك، ده بالنسبه للفيلان رقم واحد. طب بالنسبه للفيلان رقم 10 الاف 0 على واحد مقفول؟ لا مفتوح بالنسبه للفيلان 10، يعني ممكن تكون في بورتات مقفوله لفيلانز ومفتوحه لفيلانز ده. طبعا الكلام ده كله بيتلغي لو انت مشغل المالتي سبانينج تري بروتوكول، بتضم الكلام ده كله في انستنس واحده. ماشي شباب؟ طيب حاجه اخيره انا دلوقتي طب الحاجه الثانيه اللي بعدل بيها البريوريتي، عدل البريوريتي تاني ازاي؟ انا ممكن اجي على السويتش ده، خلي بالكم في الحته دي قوي، سبانينج تري بالنسبه للفيلان رقم واحد واروح قايل له كده روت برايمري اضغط انتر. الكوماند ده كده عمل ايه؟ الكوماند ده كده عمل ايه؟ خلى قيمه البريوريتي بكام؟ بزيرو. خلي بالك خلاها بزيرو لو انا مشغل لير 2 سويتش، يعني اللير 2 سويتشز بيخلي قيمه البريوريتي بتاعتك بزيرو، يعني احلى بريوريتي، يعني الراجل ده ما حدش هيفوز عليه. يعني انا دلوقتي لو جيت قلت له دو شو سبانينج تري بالنسبه للفيلان رقم واحد خلى البريوريتي بواحد، ليه خلاها بواحد؟ انا بقول لك بزيرو، جمع عليها الفيلان اي دي. تمام؟ هو هنا بتقول لك ان هو البريوريتي بتاعتك بزيرو اتجمع عليها السيستم اي دي اللي هو بواحد. تمام؟ طيب لو انا الشبكه بتاعتك فيها لاير 3 سويتشز وده اللي بيبقى موجود اصلا، تعالى كده هجيب لاير 3 سويتشز، هجيب اللي هو ال 3000 ده لاير 3 هوصله مع لاير 3 تاني، هوصله مع لاير 3 تالت. خلي بالك السويتشات دي تقريبا لازم تحط لها الادابتور بتاعها، فانا بوصل كده الادابتور عشان يشتغل، يعني هو مش اوتوماتيك بيشتغل. تحط له اتنين ادابتور عشان يشتغل، واحد برايمري والتاني باك اب كبار سبلاي. اوصل الشبكه هما دلوقتي بيعملوا ليسننج، بيعملوا انتخابات عشان يحددوا مين فيهم اللي هيبقى الروت. لما كتبت روت برايمري هنا لاحظ ان هو خلى البريوريتي بكام؟ بزيرو، يعني خلاها احسن قيمه. انا بمجرد النظر كده مين الروت سويتش ده ولا ده ولا ده، هما كلهم نفس الكوستس، يبقى مجرد النظر كده مين الروت. ها مين الروت ده؟ ينفع يبقى روت؟ طب ده ينفع يبقى روت؟ ليه لا؟ ده ينفع يبقى روت؟ لا. اقول لك ليه؟ لان الكوست بتاع الحته ديت باربعه ودي باربعه ودي باربعه، يعني من النقطه دي للنقطه دي باربعه ومن النقطه دي للنقطه دي بثمانيه، فانا دلوقتي مستحيل ان ده يبقى روت بورت وده الالترناتيف، يبقى على طول اكيد ده الروت. طب عشان نتاكد بروح داخل على السي ال اي بتاعه واروح قايل له شو ليه السبانينج تري، هيقول لك ذيس بريدج از ايه؟ از روت.
طيب اكيد ده نون روت. تعال على ده، شو السبانينج تري. طبعا الماك بتاع ده مختلف عن ده خالص. لو انا عايز اخلي اللي انا واقف عليه ده هو اللي يبقى الروت اعمل ايه؟ انتوا قولوا لي اعمل ايه. عندي حلين، حل اولاني ان انا اخش انا اغير البريوريتي بايدي، حل التاني ان انا اقول ايه ان ده روت برايمري. هو الروت برايمري على السويتش التاني عملت فيها ايه؟ خلت البريوريتي بزيرو. طب هنا هتعمل ايه؟ اروح قايل له سبانينج تري بالنسبه للفيلان رقم واحد، اروح كاتب له روت برايمري. شوف الكوماند ده لما كتبته، تعالى كده نعمل شو سبانينج تري. خلى قيمه البريوريتي بتاعتك بكام؟ 24000. يعني كده بيعمل ايه؟ لما بتكتب الكوماند ده بيقلل من قيمه البريوريتي 4096. ايه ده؟ يعني لو كتبته تاني او مش كتبته تاني، لو جيت على يعني انا كتبته على ده، لو جيت على السويتش ده كتبت عليه روت برايمري هيعمل ايه؟ تعال نجرب. سبانينج تري في لان واحد روت برايمري دو شو سبانينج تري. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قلل عن ال 24000. طيب لو جينا نكتب الكوماند ده تاني او جيت اكتبه على السويتش تاني، انا اسف، جيت اكتبه على السويتش ده، الراجل ده كان 32000 اصلا. اقول له سبانينج تري في لان واحد روت برايمري دو شو سبانينج تري. ايه ده؟ بقت قيمته بكام؟ 16. مال يقلل على اخر حاجه هو كان مقلل عليها لغايه ما يوصل للزيرو. لما يوصلوا كلهم للزيرو يبدا يبص على مين تاني؟ على الماك بقى. ماشي شباب؟ طيب كيس اخيره ونروح. انا دلوقتي لو جيت اوصل جهاز كمبيوتر، طبعا بقى انا لازم اوصل اجهزه، انا الشبكه بتاعتي مش كلها سويتشات وبس. انا دلوقتي لما اجي اوصل سلكايه كده على السويتش ده، ايه اللي بيحصل دلوقتي على البورت ده؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي على البورت ده يا شباب؟ بيبدا ان هو يعمل ليسننج، يعني بيعمل الكشن وليرننج من اول وجديد. ايه ده؟ ده معناه ان الجهاز علشان يشتغل او يعمل شوت داون، ده معناه ان الشبكه بتاعتي كلها بتقف ويقعد يعمل الكشن للروت والبورتات. اقول لك اه، طب ما دي كارثه. هو انا اصلا محتاج الاس تي بي على الانترفيسز المتوصله بالاند ديفايسز؟ لا، فقال لك على البورتات المتوصله بالاند ديفايسز اقفل عليها الاس تي بي. عشان تقفل عليها الاس تي بي ده معناه ان انت بتفعل حاجه اسمها البورت فاست. يعني انا دلوقتي لو جيت على الفتحه انترفيس اف 0 على 3 سويتش بورت مود اكسس اقول له سبانينج تري مستأذنكم ارد. طيب انا عشان اخلي الفتحه دي تشتغل از بورت فاست بخش جواها واقول سبانينج تري بورت فاست اهي. بيطلع لك اكبر ورنينج ممكن تشوفه في حياتك. بيقول لك ايه؟ خلي بالك انت عملت الفتحه دي كبورت فاست، معناه ان انت قفلت عليها الاس تي بي. يعني الفتحه دي لو جيت توصل عليها سويتشات انت كده بتعمل لوبنج بايدك، صح؟ وعشان تتفادى القصه دي لازم بتقوم لي عليها حاجه اسمها بي بي ديو جارد. يعني ايه بي بي ديو جارد؟ يعني حضرتك لما تيجي توصل سويتش في الفتحه اللي انت قافل عليها الاس تي بي، الفتحه دي تروح مقفوله، تعمل لها شوت داون عشان ما يعملش لوبينج. تمام؟ فانا بالمره كده جوه هقول له سبانينج تري بي بي ديو جارد، بي بي ديو جارد اقول له انيبل.
يعني عاوز افعل البي بي ديو جارد. تمام. طيب تعالى كده نعمل لقطه. انا هاجي على جهاز الكمبيوتر ده واطفيه واشغله. هو المفروض لما اطفيه واشغله لو الاس تي بي شغال يقعد يعمل ليسننج وليرننج ويقعد 30 ثانيه عما يقوم. طب هو دلوقتي هيحصل كده؟ لا، ده قال لك ان هو من مرحله الديسيبل لمرحله الفوروردنج ان نو تايم، مفيش اس تي بي شغال. تعال نجرب. انا طفيته اهو، بص اول لما شغله على طول يا باشا البورت بقى فورورد، ملوش دعوه بالاس تي بي، طالع من حسابات الاس تي بي اصلا. تمام. طيب تعال نعمل بقى ايه غلطه. ايه بقى الغلطه؟ ان انا هوصل سويتش، هوصل سويتش في الاف 0 على 3، اوصلها بسويتش تاني. هو السويتش ده اول لما يبدا يتوصل هيبعت رساله بي بي ديو. اول لما ده يستقبل بي بي ديو، ايه ده؟ ده انت مش جهاز كمبيوتر، ده انت سويتش، يروح قافل الفتحه. ايه اللي حصل في الفتحه دي؟ تعمل لها ديس اهو، طلع لك سيز لوك طويله عريضه يقول لك انت استقبلت بي بي ديو مسج، فبالتالي البي بي ديو جارد حصل لها عملت ديسيبل للبورت اللي انت موجود ده، عشان كده قفلتها. تمام يا شباب. طيب انا دلوقتي فاتحه زي دي عشان اشغلها اعمل ايه؟ لازم تخش جواها وتقفلها وبعدين تفتحها تاني، تكتب نو شت داون. بس انا لو كتبت نو شت داون دلوقتي وجت تشتغل، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتقفل تاني، لان انت لسه موصل السويتش. يعني لازم الفتحه اللي هي البورت فاست دي تكون موصل فيها اند ديفايس. يعني انا دلوقتي لما اجي اوصل الاند ديفايس، فتحه مقفوله لسه، دخلت جواها وكتبت شت داون يعني قفلتها، بعد كده اعمل لها نو شت داون انتر، تبدا الفتحه بتاعتك تشتغل عادي بشكل طبيعي. ماشي يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب